عندما أشهر الجنود المصريون السلاح في وجه المشير الجمصي في يوم 8 أكتوبر 1973، كلف السادات اللواء الجمصي بتولي مباحثات الكيلو 101 مع الجانب الإسرائيلي. وكان هناك مفاجأتان: الأولى أن مكان المباحثات كان في قلب مواقع تمركز القوات الإسرائيلية، والمفاجأة الثانية عندما ذهب الجمصي في الموعد المحدد قابله قائد قوات الطوارئ الدولية وأخبره أن الوفد الإسرائيلي لم يصل، فغضب الجمصي بشدة وشعر بالإهانة، فطلب له أن يهدأ وأخبره أن سبب التأخير هو اختلاف التوقيت بين الولايات المتحدة التي حددت الموعد وبين مصر. فرجع الجمصي مرة أخرى إلى موقعه، حيث كان الجنود المصريون في الخطوط الأمامية يعترضون الوفد المصري ويشهرون أسلحتهم ويسألون عن أسباب المرور في اتجاه العدو. وكان الجمصي يصرح لكل جندي مصري في طريقه وفي كل موقع بكلمة سر الليل للوحدة.